وكلمة أنا، قال ابن القيم رحمه الله: احذر الطواغيت الثلاثة، أنا وعندي ولي. وذلك لأن إبليس قال: أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. قالها من باب التكبر والترفع على آدم عليه الصلاة والسلام. وأما كلمة عندي فقد قالها قارون، قال: إنما أوتيته على علم عندي، وهذا من باب الترفع والتعالي. وأما كلمة لي فقالها فرعون، قال: أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي، أفلا تبصرون. أما إذا قيلت هذه الكلمات من باب الافتقار والتواضع لله عز وجل فهي محمودة، كما قال رحمه الله، كما لو قال العبد: أنا مذنب، أنا مفرط، أنا مقصر، عندي الذنوب، من دعائه عليه الصلاة والسلام: اللهم اغفر لي ذنبي كله، دقه وجله، أوله وآخره، علانيته وسره، صغيره وكبيره، خطأه وعمده، هزله وجده. فأضاف هذه الذنوب إلى النفس من باب الافتقار والتواضع لله عز وجل.